في أول يوم مع تشيلسي في معسكر الإعداد لقيت شاب هادي بيتجول وسط اللاعبين في هدوء، افتكرته لاعب من الأكاديمية وقلت لنفسي الله تشيلسي شكلهم بيهتموا فعلا بالشباب. رحت سألت كلود ميكاليلي مين ده؟ قال لي انت بتهزر؟ ده جون تيري قائد الفريق. أعتقد الموقف ده كفاية عشان يعرفكم معلوماتي عن تشيلسي قبل انضمامي ليهم. أنا ديدييه دروكبا والحد هنا وصلت تشيلسي، وقصتي هناك مع مورينيو ليها طعم مختلف. أول يوم في معسكر الإعداد فهمني الفرق بين مورينيو وأي مدرب تاني اشتغلت معاه قبل كده. وصلت النادي بدري ولبست لبس التدريب وجزمة الجري. مورينيو شافني وقال لي إيه اللي أنت لابسه ده؟ قال له جزمة الجري أنا محب أجري بيها. قال لي روح البس جزمة كورة، أنت لاعب كورة مش عداء. في فرنسا معسكر الإعداد كان بيبدأ بالجري 10 كيلو يوميا، لكن في تشيلسي مع مورينيو كل التدريبات كانت بالكورة وبس. ومورينيو نفسه كان شخصيته استثنائية، بيهزر مع كل لاعب لوحده، لكن أول ما التدريب يبدأ تلاقي قدامك شخصية صارمة. ريكاردو كارفاليو قال لي اوعى تغلط في التدريب قدام مورينيو، وأنا فهمت كلامه بعدين. من أول يوم هدفه واضح وهو الفوز بالدوري، رغم أن أول أهدافي كانت في المباراة الثالثة، لكن مباراتي الأولى في إنجلترا عرفتني الحقيقة المرة، الفارق الشاسع ما بين الدوري الإنجليزي وبين فرنسا مكان ما جيت. في فرنسا لو اتضربت هتاخد فاول والخصم هياخد انذار، لكن هنا لو اتضربت ضربة مقصودة انت مجبر تقوم وتصافح اللي ضربك. احتجت شهر كامل عشان اسجل تاني اهدافي، وساءت الامور اكتر امام برشلونة في دوري الابطال، كان فاضل هدف واحد ونتأهل، وفجأة لقيت الكرة قدامي وبحاول اوصلها، لكن فيكتور فالدس بيقع قدامي والحكم بيديني كارت احمر. كنت متأكد من خطأ القرار، ومعايا جمهور تشيلسي اللي صب غضبه على الحكم لدرجة وصلت للتهديد بالقتل وأجبروه على الاعتزال. لكن أنا حسيت إن بدايتي مع الفريق مش زي ما بتمنى. مع ذلك مورينيو لسه بيدعمني وبيختارني أساسي أمام ليفربول في نهائي كاس الرابطة، وأنا مش هخذله. بعد 45 ثانية بس كان جون آرن ريزا سجل الأول لليفربول، ستيفن جيرارد سجل لينا التعادل في مرماه، هدف كان مهم جدا في تاريخ تشيلسي في نظري، لأن بعد أيام من توديع الأبطال كنا بحاجة للقب يخلينا نحس إننا بقينا فعلا من الكبار. وهنا جت لحظتي، سجلت هدف التتويج بالبطولة، وما كنتش أعرف إنه هيبقى هدف ضمن 9 أهداف سجلتها معاهم في نهائيات جابت ألقاب لينا بعد كده. مع وصولنا للصيف كنا توجنا بالدوري، ومورينيو الحقيقة كان واضح من أول يوم، لو التزمتوا بتعليماتي أنا بضمن ليكم التتويج بالدوري. في ناس بتتهم مورينيو بالغرور بسبب تصريحات زي دي، لكن الحقيقة إنه كان مدرك هو عايز إيه تماما. لو كسبنا كل مبارياتنا العادية ولعبنا على التعادل في مباريات الكبار واحتمال نكسب شوية منهم هنبقى الأبطال، هو الموضوع كده ببساطة. بعد الموسم الأول الرائع استنيت موسم تاني هادي، لكن لقيت مورينيو بيتعاقد مع هيرنان كريسبو، وفهمت فورا إنه عايز يخليني أحس بصعوبة المنافسة، ألعب وأتألق وألاقيه بيلعب بكريسبو الماتش التاني أساسي مكاني. طريقة 4-3-3 كانت المفضلة لمورينيو وقتها، لكن ساعات برضو كنا بنلعب 4-4-2. ده خلاني أتجرأ يوم ورحت لمورينيو وقلت له أنا شايف أننا لما بنلعب 4-4-2 بيبقى أنسب، لأن ده بيساعدنا نضغط على المنافس بشكل أقوى. هز راسه وقال لي استمتع بأجازتك في مصر. كنت رايح مصر ألعب أمم إفريقيا 2006، ومسيرتي مع المنتخب هتكلم عنها باستفاضة بعدين. كريسبو استغل غيابي وسجل أهداف كتير، لدرجة خلتني فاكر إن هرجع لنقطة الصفر وحارب على مكان أساسي مع رجوعي، لكن لما رجعت لقيت المفاجأة، مورينيو قرر يغير طريقته ل4-4-2. بس هل دي النهاية السعيدة؟ لا طبعا. سجلت هدف قدام مانشستر سيتي، وبعدها لقيت كل المدافعين قدامي بيحتجوا على صحة الهدف، وازداد الأمر صعوبة لما الحكم طرد سيلفيان ديستن قائد مانشستر سيتي عشان فضل يحتج لنهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني لقيت ريتشارد دان بيدخل عليا بكل قوته، كان هيطير عيني وخلاني وقعت على الارض اتألم، لكن لقيت الجماهير بتصفر عليا، مش جماهير سيتي بس لكن جماهير تشيلسي كمان. بعد الماتش اتكلمت في التلفزيون، وتقريبا عدم اتقاني اللغه وقتها وقعني في مشكله. الحوار جه كالتالي، لمست الكوره بايدك؟ ايوه، بس الحكم ما شافهاش، بالتالي هي جزء من اللعب. وهل تعمدت السقوط؟ احيانا بقع واحيانا بفضل واقف، اللي هيكون غضبان من طريقة لعبي ممكن أسيب له الملعب. بعد الماتش ده كنت قريب جدا من الرحيل عن تشيلسي،
الجماهير بتهتف ضدي انا بعد كل اللي عملته، اخاطر على الكوره وعيني كانت ممكن تروح ويبقى جزاتي الجماهير تهتف ضدي. مورينيو طلب مني السكوت، وبعد مباراه سجلت فيها هدف وصنعت التاني وكسبنا 4 قدام ويست بروميتش، اتكلم مورينيو مع الاعلام: النهارده انا بطلب من دروجبا يروح بيته ويفتح التلفزيون يتفرج على اللي هتقولوه عنه، حاولتوا تخلصوا على دروجبا الفتره اللي فاتت، النهارده وهو سجل وصنع، هتقول عنه ايه؟ انتهى الموسم. وفي الصيف وصلتني رساله من لامبرد: اهلا دروجبا، اتمنى تكمل معانا لان السنه الجايه هنحتاج نكسب دوري الابطال. دي كانت اول واخر رساله توصلني من لامبرد. لامبرد قائد صامت بنحترمه كلنا. طيب انا فعلا مش همشي، والفضل ده يعود للامبرد ومورينيو. في الصيف لقيت تشيلسي بيضم شيفتشينكو، طب دي خطوه لصالحي ولا ضدي؟ الصراحه انا كنت متعود العب بميلان في بلاي ستيشن بسبب حبي لشيفا، اتعلمت منه كتير، لكن لسوء حظه انه وصلنا مصاب وده اثر على مستواه. في المقابل انا كنت في قمه تالقي، 5 اهداف في اول 5 مباريات وهدف في نهائي كارلين كاب قدام ارسنال. فينجر كان مصر على موقفه باشراك الشباب في البطوله دي حتى لو في النهائي، ولما لقينا التشكيل كله ناشئين قدامنا قلنا لنفسنا لو خسرنا هتبقى كارثه. اتقدموا علينا فعلا، لكن رجعنا وكسبنا، وطبعا انا سجلت في مرمى ارسنال كالعاده. بعدها باسابيع كنا بنلعب مانشستر يونايتد في نهائي الكاس، وكلنا خايفين من الخساره، قلت للاعبين هنقاتل واوعدكم انا مش هبطل جري. بس المشكله اني حسيت باصابه واضطريت اقول لمورينيو عايز اخرج، قال لي ما تجريش، استنى في منطقه الجزاء وهتسجل هدف. وكانه كان عارف فعلا اللي هيحصل، سجلت 2 وحققنا اللقب. بعد الماتش هبدا احتفل، لقيت مورينيو راح غرفه خلع الملابس فعلا وبيكلم زوجته. كنت عارف ان الامور مش على ما يرام ما بين جوزيه وابراموفيتش. دخلت لمورينيو وقلت له: لو مش هتحتفل معانا هشيلك اوديك الملعب بنفسي. مورينيو اشاد بيا في بورتو وجابني معاها تشيلسي ووثق فيا دايما. جوزيه قال في مره: لو هروح حرب وهاخد معايا شخص واحد بس هيكون دروجبا. دي علاقتي انا ومورينيو. في الموسم الرابع كانت الامور بتزداد سوء ما بين مورينيو وابراموفيتش، وبعد التعادل مع روزنبرج في دوري الابطال ركب مورينيو سيارته بره الملعب وماركبش معانا. قلت له: مش هتيجي معانا العرض؟ شركه انتاج كانت عامله فيلم وثائقي عن نجاح تشيلسي العظيم وطبعا مورينيو البطل. قال لي: اعتقد ان رحلتي هنا انتهت يا دروجبا. في اليوم التالي اعلن النادي رحيل مورينيو، جريت فورا على مكتب ابراموفيتش وقلت له: ازاي ده حصل؟ قال لي: انا اديته فرصه كفايه يا دروجبا، لكن ما عادش استمراره ممكن. هزيت راسي وقلت له: انا لاعب محترف وهحترم قرار النادي. حياتي بعد مورينيو اختلفت كتير، لكن ده هتعرفوه في الحلقات الجايه.